ده في واحد اسمه حمزة البسيوني. حمزة البسيوني. البسيوني أيوة. كان مدير للسجن الحربي في عهد عبد الناصر. أيوة. فواحد بيقول له حرام عليك، اتق الله، أنا أشكوك إلى الله. قال له الله، ده أنا بعذبه في الأوضة اللي جنبك. بيعذب مين؟ بعذب الله كمان. يعني شوف الكفر. أنت عارف كانت نهايته إيه؟ حمزة البسيوني راكب عربية بعد الدنيا من ولد ما تفض، يعني دخلت فيه أسياخ حديدية عشان يحرروا جسده وهو ميت، اضطروا ينشروا أجزاء منه، يعني مات ميتة لا نظير لها. يعني ما فيش حد بيفلت من العقاب، ما كانش دنياوي أخروي.